عشية مباراة المنتخب الوطني التي ستجمعه بنظيره الأنغولي، أبدأ بعض الأنصار الذين تنقلوا إلى كوت ديفوار تفاؤلاً كبيراً بتحقيق نتيجة إيجابية، وكلهم جاهزين لمؤازرة وتشجيع التشكيلة الوطنية على تحقيق الفوز. الحمد لله رانا نكتشفوا في المدينة اللي رانا فيها مناظر خلابة، ليكيب اللي رانا معها الله يبارك، وإن شاء الله يكون الفوز دائما ليكيب تاعنا. انا بريباري، انا كيما قلت انا سولاجي، وحنايا مقبل لا بريسيون غدوه ان شاء الله، ومربوح ان شاء الله 2-0 ان شاء الله. انصار الفريق الوطني الذين يتواجدون في يامو سوكرو يصنعون اجواء من الفرجه مع مواطني هذه المدينه، ويبادلونهم اهازيج واغاني المنتخب الجزائري. ما حسيناش رانا بعد على بلادنا، الحمد لله لاكوي ما شاء الله، لي كود دي فاريان طلعوا فينا كلشي بيان، الستريس تاع الماتش بدا عندنا حنا لي سوبورتر، ان شاء الله ما يكونش على لي جوار. مي كاين حاجه واحده، حنا جينا هنا يا ندوها يا ندوها، ما كاينش حاجه اخرى. الجماهير التي تحملت مشقه التنقل الى كوت ديفوار جاهزه لدعم اشبال المدرب جمال بالماضي من المدرجات، والوقوف معهم على إحراز أول فوز لمضاعفة حظوظ تجاوز الدور الأول.